أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. فأنت من أنت لولا فضل الله عز وجل ثم رعاية أمك لك ووالدك؟ من أنت؟ انظر كم من الجهد والتعب الذي بذلته تلك الأم عليك. انظر يا أخي الكريم كم من الرعاية والعناية. انظر وانظر إلى فضائلها ومحاسنها، وانظر إلى والدك أيضا كم تعب عليك. وبالوالدين إحسانا. صدى التقوى بالرياض تقدم 40 فكرة لبر الوالدين. استحضار فضائل البر، المد في العمر، صلاح الأبناء، كفارة الذنوب، استجابة الدعاء، تفريج الكروبات، والمغفرة العامة، ودخول الجنة. فكرة: التوفيق بين مشاغل الحياة وبينهما. فإذا ما تزوج الإنسان أيها الإخوة وانتقل إلى بيت آخر شغل عن والديه، فإذا قلت له احرص على الموضوع الفلاني واعطي نصف ساعة لأولادك وعشر دقائق لوالديك، قال مشغول، ولكن يذهب لشراء سيراميك للمطبخ شهرا كاملا يدور في شوارع المدينة التي هو فيها. دين يرد كما تدين تدان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. ومن مظاهر العقوق الموجودة في مجتمعات المسلمين اليوم سب الوالدين، عقوق، الغلظة والجفة معهما، عقوق، إبكاؤهما وتحزينهما بالقول أو الفعل، عقوق، مزاولة المنكرات أمامهما، عقوق، إهمالهما وعدم النفقة عليهما مع حاجتهما إلى النفقة، عقوق، تقديم الزوجة عليهما، عقوق، احتقار الوالدين وذكرهما بالسوء. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن عندما نريد أن نحسن نحسن قولا وفعلا. 40 فكرة لبر الوالدين. تحدث معهما بقول يظهر فيه اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس. فكرة: حسن مناداتهما. فكرة: عدم الانتصار عليهما في الكلام. فكرة: لا تؤثر نفسك عليهما بطعام أو شراب. نفر لحم يأكله في الخارج، وإذا دخل إلى البيت دخل بوجبة أقل من تلك الوجبة، والله ليس من البر. فكرة: السمع والطاعة وتلبية نداءهما. حساب: فتح حساب للوالدين لمصروف ثابت. وقف: المشاركة في الأوقاف باسميهما. رسالة: شكر لهما على تربيتهما لك. حفل: تكريم للوالدين إما بعد عودتهم من سفر أو خروجهم من مرض ونحو ذلك. يوم البر، وهو يوم يتوقف الوالدان فيه عن العمل في داخل المنزل. فكرة: تهديهما تذاكر سفر للعمرة. فكرة: عمل طبق مفضل لهم. فكرة: جائزة البر المنزلية. فكرة: فكرة، فكرة، فكرة. 40 فكرة لبر الوالدين. فكرة، فكرة. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ثم في أول هذا الحديث الشكر للقائمين، بعد شكر الله عز وجل الشكر للقائمين على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا الملتقى الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع وأن يجعله خالصاً لوجهه. حديثي معكم أحبتي الكرام كما أسلف أخي الكريم عن 40 فكرة لبر والديك، وفي ثنايا الحديث بإذن الله تعالى ستوزع على أيديكم مجموعة من الأوراق للمشاركة بأفضل فكرة، ولدينا 3 جوائز لأفضل 3 أفكار يمكن جعلها أفكار عملية تطبق في داخل البيوت مع الوالدين. أيها الإخوة الكرام، مواقف كثيرة صعبة في الحياة، ومن أصعب هذه المواقف هو أن تعيش في هذه الدنيا لا تعرف والديك، فقد تجد بعض الناس ممن ابتلاهم الله عز وجل لا يعرف أباه ولا أمه، وقد يصلي في أحد المساجد
أو يدخل قصر أفراح ووالده في الداخل ولكنه لا يعرفه ولا يدري من هو، وقد يجلس بجواره على كرسي ويتحادثان ويبتسم هذا لهذا وهذا لهذا وهو لا يعرفه ولا يعلم أن هذا هو والده الذي أنجبه من ظهره. وأصعب من هذا إخوان الكرام هو أن يكون الإنسان يعرف والده ولكنه لا يقوم بواجبه، يعرف أباه وأمه ويعيش معه تحت سقف واحد وبين جدران واحدة، إلا أنه للأسف لا يقوم بذلك الواجب الشرعي الذي جعله الله عز وجل منوطاً بهذا الإنسان. إن الإنسان أيها الإخوة في هذه الحياة مبتلى، وإحدى صور الابتلاء الذي يختبرنا الله عز وجل بها هي قيامنا بحقوق والدينا، بواجبات والدينا التي كلفنا الله عز وجل بها. إنك يا أخي الكريم إذا أردت الرحمة والشفقة والعطف كله تجده في قلب الوالد والوالدة، وأما ما عداهم فإن الإنسان لا ينال تلك الرحمة والشفقة التي توجد في قلبين هذا أو في قلبي هذين الشخصين. واليوم أحبتي الكرام نقرأ ونسمع ونرى صوراً مؤلمة لأشخاص بذلوا ولكن في الخط المعاكس لقضية البر، لقد قاموا بأنواع السباب والشتم بل ومحاولة قتل الوالدين، بل وصل بعضهم إلى القتل والعياذ بالله. هذه الحالة المزرية نحن بحاجة أن نقف عندها قليلاً وأن نرى كيف يمكن لنا كأناس مسلمين أن نمارس هذه الأخلاقية بتطبيق عملي وفق هدي الله وكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفين في مسألة البر، فقال: الناس صنفان، بر تقي كريم على الله. هذا الصنف الأول فهو بر يقوم بواجباته في البر تجاه والديه وأقاربه وأرحامه والناس كلهم. والصنف الثاني قال عنه صلى الله عليه وسلم: فاجر شقي هين على الله تعالى، هين على الله تعالى. فهو فاجر، لا تسمع من عباراته إلا كلمات الفجور، ولا ترى من أفعاله إلا أفعال الفجور والعياذ بالله، وعندئذ يهون على الله سبحانه وتعالى. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: لا تصادق عاقا لوالديه، فمن لم يبر والديه لم يبر الناس من دونهم، سواء كانوا من أقاربه أو كانوا من أصدقائه الذين يجلس معه. أيها الإخوة الفضلاء، عندما نحلق بهذه العينين على هذه الكرة الأرضية ونرى كيف يعتني العالم بأمهاتهم، كيف يعتنون بوالديهم، ثم نرى نهج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم واعتناءه بهذا الموضوع، أيها الإخوة الكرام، في عام 1948 وفي ولاية فرجينيا بالذات قامت امرأة يقال لها آنا نارجس. بدأت هذه المرأة وهي آنا نارجس في عام 1948 في ولاية فرجينيا بعيد الأم، ثم انتقل بعد ذلك إلى بقية البلدان، انتقل إلى بقية الولايات الأمريكية ثم أمريكا اللاتينية، ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض البلدان العربية، وكان أول احتفال بعيد الأم في عام 1956 في مصر، وهي أول دولة عربية، ثم انتقل إلى بقية الدول. لقد كان هذا الحفل أحبتي الكرام وهذا العيد كان عيداً في محاولة من تلك الأسر المتفككة في بلاد الغرب في دفع شيء بسيط تجاه تلك الأم. وما الذي كانوا يفعلوها أيها الإخوة؟ هل يقومون بشراء تذاكر لهم؟ هل يقومون بمساعدتهم ومعاونتهم؟ لا، إنما يأتي الصليب الأحمر في بلاد الغرب ويأتي بمجموعة من الورود البلاستيكية لا الطبيعية، ثم يلقونها بين يدي تلك الأم أو ذلك الأب، وأين هم؟ في دار العجزة، والله المستعان. هكذا هو البر عند أولئك الأشخاص. ولكن في دين محمد صلى الله عليه وسلم الأمر مختلف، فإنه عليه الصلاة والسلام قد تواترت عنه الأحاديث سواء في الصحيحين أو في غيرها في الحث على بر الوالدين.
والوالدان أيها الإخوة إذا قام الإنسان ببرهما نال ثمرات عدة، أما أولها فهو رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. إذن هذه أول قضية، وهي أن الإنسان ينال رضا الله عز وجل، يكون مرضياً عند ربه سبحانه وتعالى. ومن ثم يا إخواني، إذا حصل الرضا من الله للعبد حصلت القضية الكبرى التي هي من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان بعد الإسلام والقرآن، ألا وهي التوفيق. التوفيق، والشيء بالشيء يذكر. أحبة الكرام، قصة جميلة ذكرت في كتب أهل العلم في قضية التوفيق، لنرى أن الناس فعلاً ينطبق عليهم ما قاله ذلك الرجل في تلك القصة. يقول محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شاباً في الطريق، فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفاً. هذا الرجل كريم. قال: فأخذني معه إلى بيته، وكانت خيمة في البادية. فلما اقتربنا من البيت من الخيمة قال: يا أختا، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاماً. فماذا قالت؟ قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. لاحظوا الفرق يا إخواني، وهو الواحد يخرج من المسجد أقلط معنا وهو في داخل يقول عسى ما يوافق. لهذا قال ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، قال: إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة. وهذا نقل عن السلف كثيرا، وذكره ابن أبي الدنيا نقولات كثيرة في كتابه الصمت، الكتاب النفيس الذي ينبغي أن يعتنى بقراءته. المهم، قالت تلك الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلت البيت الخيمة طبعا، فأخذ الشاب عناقا، سخلة صغيرة ليذبحها. فلما ذهب ليذبحها كنت أسارق الفتاة النظر. الضيف أعجبته الفتاة في داخل البيت، قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب، اتق الله، أما علمت أن زنا العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. لهذا يا إخواني، الذي يريد أن يعرف استقامته، الذي يريد أن يعرف مدى قربه من الله عز وجل، هناك ميزان دقيق لا يتخلف، وهو سلوكنا الشخصي بعيداً عن أعين الناس. سلوكنا الشخصي بعيداً عن أعين الناس. الإنسان أمام إخوانه وأقاربه وعند زوجته يكون قمة التدين، لكن ليس العبرة هنا. العبرة عندما يكون في شقة لوحده، عندما يسافر إلى أي بلد لوحده، عندما يكون في الفندق لوحده، عندما يذهب إلى دورة مع العمل لوحده، هنا تظهر حقائق الناس، هنا يظهر التدين الحقيقي لكل إنسان. قال: فاستحييت وغضضت بصري. وبالمناسبة يقول الله عز وجل يعلم عن نفسه، يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس، لاحظ تفسير ابن عباس العجيب، قال: هو الرجل يكون بين إخوانه، فإذا مرت بهم امرأة نظر إليهم، فإن كانوا ينظر إليه غض معهم، فإن غفلوا عنه نظر إليه. إذن هذا الرجل لا يراقب الله عز وجل، إنما يراقب أولئك البشر. قال: فذبح لنا وأكلنا وصلينا المغرب والعشاء. فلما صلينا العشاء خلدنا للنوم، ثم بعد ذلك صلينا الفجر. وقلت للشاب، وكان ذلك الضيف قد سمع صوتا بالقرآن يتلى من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فقلت للضيف: يا أخي، صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن إلى الفجر؟ قال: هذا صوت أختي، تتلوه كل ليلة. قلت له، ولاحظوا العبارة الآن، قلت له: أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي وعندك من العلم. قال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان. هذا الشاهد يا إخواني، حتى في قضية البر الناس صنفان. أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول. اثنان في بيت واحد، شابان ولدان لوالدين في داخل البيت، أحدهما بار والآخر عاق. من الذي جعل هذا عاقا وهذا بار؟ الله جل جلاله الذي يوفق هذا
ويخذل هذا والعياذ بالله. لهذا يا إخواني قضية الرضا قضية مهمة جدا، والناس اليوم عندما تتحدث عن هذه المسائل تتحدث دائما عن حبها لله. صحيح أنت يجب عليك أن تحب الله لأنه هو المنعم عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن العكس نحن لا نفكر فيه، والذين يفكرون فيه قليل، ألا وهو حب الله لك. حب الله لك، هل أنت فعلا حبيب لله؟ هل الله عز وجل يحبك؟ كيف تعرف هذا؟ خذ هذه القصة ونرجع إلى ثمرات البر. قال: قامت جارية ليلة من الليالي تصلي، ثم في أثناء بعد أن انتهت من صلاتها في قيام الليل رفعت يديها إلى السماء وقالت، لاحظوا معي هذا الدعاء العجيب، قالت: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، يعني أسألك بحبك لي يا رب. وهذا طبعا دعاء صعب أصلا، كيف عرفت أنه يحبها؟ قال: فخرج سيدها وقال لها: يا جارية هذا كلام كبير لا يقوله أحد، كيف علمت أن الله يحبك؟ قالت: يا سيدي، لاحظوا هذه العبارة، قالت: يا سيدي، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، لولا أنه يحبني ما جعلني أقوم لصلاة قيام الليل وأنت جالس في مكانك. يا إخواني الكرام، لماذا الإنسان يفرط في صلاة الفجر؟ لماذا يحرم الصدقة؟ لماذا يحرم ورد القرآن؟ لماذا يحرم السنن الرواتب؟ لماذا يحرم الوتر؟ لماذا يحرم بر والديه؟ هنا القضية، أن الله عز وجل لم يوفقك ولم يأخذ بيديك. لهذا الحل الحقيقي لكي تصل لهذه المعاني هو ماذا؟ هو أن تسأل الله أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك وأن يحبك جل جلاله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كما قالت رابعة في أبياتها المشهورة. إذن رضا الله عز وجل. الأمر الثاني استجابة الدعاء وتفريج الكربة، وقصة الثلاثة الذين انطوى عليهم الغار أحد القصص المشهورة في هذا الجانب. القضية الثالثة من ثمرات بر الوالدين منسأة للأعمار، مجلبة للأرزاق. شكوى عامة عند كثير من الناس أنه لا بركة في رواتبهم، وأن الراتب يدخل من هنا وما أسرع ما يخرج من هنا، سواء كان في داخل صرافات أو في داخل البوك أو في أي مكان، لا بركة في الأموال. وأعظم ما يمحق البركة هو قلة بر الوالدين وصلة الأرحام. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. زيادة العمر سواء كانت بركة فيه بكثرة الأعمال التي يوفقك الله لها، أو زيادة حقيقية أن الله يكتب لك، كما قال بعض العلم، يكتب لك أنك تعمر 50 سنة، فإذا بررت والديك ووصلت رحمك يصل إلى 70 سنة. هذا المعنى ينبغي أن ننتبه له إخوان الكرام. رفعة المنزلة والثناء الحسن بين الناس إحدى ثمرات بر الوالدين. الذين يبرون والديهم لهم ثناء حسن ولهم منزلة عند الناس. ومن أعظم الأمثلة على هذا يا أحبة الكرام أويس القرني. أويس ماذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنك ستجد فيه بقعة كذا، يعني فيه شيء من البرص، وإنه رجل يبر أمه، بار بأمه. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، لم يثنى عليه لا بقيام ليل ولا بكثرة صيام، إنما أثنى عليه بهذا الأمر. ثم يا أحبة الكرام، إحدى ثمرات بر الوالدين دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ من هذا؟ صوت من؟ قال: قيل لي حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. دخل حارثة بن النعمان إلى الجنة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بسبب ماذا؟ بره بأمه وأبيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، ولاحظوا معي هذا الحديث، قال: الوالد ويطلق على الأب والأم، الوالد
أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. ما المراد بأوسط يا إخواني؟ ليس المراد أنها ثمانية أبواب هذا في النصف، لا، إنما المراد بأوسط يعني أفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين. فلماذا يحرم الإنسان نفسه من أن يدخل من هذا المكان؟ وأيضا يا أحبتي، توفيق الله عز وجل للبار في حياته، وأيضا هي تكفير للذنوب وقبول الأعمال الصالحة، وهو رزق الولد بابن بار، رزق الولد بابن بار بإذن الله تعالى، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا كما قال الله عز وجل. وهنا ننبه إلى حديث مشتهر على الألسنة، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف جدا، ولهذا لا يصح نسبته إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية أحبة الكرام، فهي أمور تعيننا على البر. قبل أن نبدأ في ذكر مجموعة من النماذج النيرة المشرقة في تاريخنا، ومن ثم نلج بعد ذلك إلى مجموعة من البرامج التي يمكن أن نستفيدها لبر الوالدين، أمور تعينك على البر. إذا أراد الإنسان أن يكون باراً بوالديه فليحرص على الأشياء التالية: أولاً، أن تطلب التوفيق من الله أن يعينك، فإن الإنسان إذا اعتمد على نفسه وعلى ذكائه وحسن خلقه وفنون التعامل التي لديه فإن هذا لا يكفي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قل في سجودك: اللهم وفقني لبر والدي. قل في الثلث الأخير من الليل: اللهم وفقني لبر والدي، اللهم أعني على حسن أخلاقي معهم، اللهم وفقني لكذا وكذا في التعامل مع والدي، وهكذا. اسأل الله دائما التوفيق في هذه القضية. أما الأمر الثاني، فلكي يحرص الإنسان على البر ويكون خصلة موجودة في حياته، استحضر في كل يوم، في كل ساعة، أو في لحظة غضب، أو في لحظة أحيانا طلب أشياء منك، استحضر فضائلهم عليك. فأنت من أنت لولا فضل الله عز وجل ثم رعاية أمك لك ووالدك؟ من أنت؟ انظر كم من الجهد والتعب الذي بذلته تلك الأم عليك. انظر يا أخي الكريم كم من الرعاية والعناية، انظر كم من الليالي التي سهرت عليك وأنت تصيح وتبكي بين يديها. انظر وانظر إلى فضائلها ومحاسنها، وانظر إلى والدك أيضا كم تعب عليك. والحر يا إخوان الكرام، الحر يأسره خلق واحد، تأسره حسنة واحدة، فكيف بمئات الآلاف من الحسنات؟ لهذا يا إخوان الكرام، قلب الأم معطاء، قلب الأب معطاء. حتى وإن غضب الأب، حتى وإن ضرب ذلك الولد، لكن قلبه في الداخل يتقطع على ولده وهو يشعر بحبه له ورحمته به. لكن كما قال الشاعر: قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ولذا أذكر قصيدة جميلة لأحد الشعراء التي ذكر فيها مسألة رقة قلب الأم وجمالها ورحمتها بولدها حتى بعد أن يسيء إليها ذلك الولد. وأنا سألقي عليكم الأبيات مرة واحدة. أنتم تعرفون قصة صوت صفير البلبل، فإما واحد يصير هارون الرشيد، الثاني والثالث لا الخادم ولا الجارية، لكن نريد هارون الرشيد. وهي أبيات مشهورة، الذي لا يحفظها يمكن أن نسمعها منه. قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، ممنوع الكتابة يا أبو أيمن، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، أغراه بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر مسرع، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ أبيات جميلة لشاعر سوداني رقيق القلب. وأبو أيمن يعرف رقة قلب هؤلاء الأشخاص لكونه يتعامل معهم. لاحظوا: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر،
قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ أريد واحد ما يحفظها من قبل وحفظها الليلة. يلا يا أخوان، هارون الرشيد أم الجارية أم الخالد؟ نريد هارون الرشيد. من يحفظ يا أخوة؟ وين زمن البخاري والدارقطني وهؤلاء؟ ها أبو محمد. طيب أنا يعني يا جماعة هذه مغرية، تخلي الواحد يروح يحفظ اليوم المعلقات العشر كلها. هذه ساعة وميدالية وبوك وقلم. شيخ إذا ما جاوب أخذها أنا. طيب لا أحد يجاوب، خلاص جيرت لي. إذن هذه مجموعة من الأبيات التي تحكي فعلاً وصف ذلك القلب اللطيف الجميل. أيضاً يا إخواني، من الأشياء التي تعينك على البر استحضار فضائل البر وعواقب العقوق. فانظر إلى فضائل البر: المد في العمر، وصلاح الأبناء، وكفارة الذنوب، واستجابة الدعاء، وتفريج الكربات، والمغفرة العامة، ودخول الجنة. هل عاقل يفرط مثل هذه الأشياء؟ لا عاقل أبداً يفرط في مسألة بر والديه بعد ذلك. أيضاً من الأشياء التي تعينك على البر التوفيق بين مشاغل الحياة وبينهما، التوفيق بين مشاغل الحياة وبينهما. نلاحظ أن بعض الأشخاص لديهم أعمال أو يكونون بارين بوالديهم في داخل البيوت عند قبل أن يتزوجوا، فإذا ما تزوج الإنسان أيها الإخوة وانتقل إلى بيت آخر شغل عن والديه وأصبح لا يراهم، مع أنهم بجوار بعض ويسكنون في حي واحد، فلا يزورهم إلا في الأسبوع مرة. من يفرط في جنة؟ من يفرط في أجر عظيم بمجرد ذهابك لهم والسلام عليهم وإدخال السرور عليهم وقضاء بعض حوائجهم؟ من يفرط في مثل هذا ويتبقى الزيارة الأسبوعية في آخر الأسبوع ثم هو مشغول؟ والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس مشغولون بكل شيء إلا في قضايا الخير. فإذا قلت له احرص على الموضوع الفلاني واعطي نصف ساعة لأولادك وعشر دقائق لوالديك، قال مشغول، ولكن يذهب لشراء سيراميك للمطبخ شهرا كاملا يدور في شوارع المدينة التي هو فيها. لماذا هنا أصبح الشغل من المشاغل الهامة ومن المشاغل التي يمكن أن تؤخر لديه عليها بسببها أشياء كثيرة، ولكن بر الوالدين والعناية بالأبناء تصبح قضية مؤخرة مع أنها في أذهاننا أولية؟ أيضا تذكر أنه كما تدين تدان، كما تدين تدان، وسيأتي يوم يجازيك الله عز وجل على بعض الأعمال التي تفعلها في والديك جزاء وفاقا. ويا إخواني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، قال: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. والسلف رحمهم الله كانوا يدركون خطورة هذه العبارة، ولذلك ما كانوا يشمتون بأحد ولا ينتقصون أحد ولا يتكلمون عليه في خسارة في شيء ما ونحو ذلك. لهذا قال الحسن البصري: لما أصبح فقيراً بعد 40 سنة من الغنى وركبته الديون وأفلس، قال: والله أعلم من أين أتيت. قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. قبل 40 سنة قال لرجل: يا مفلس. لهذا تجد أن بعض الأشخاص يعاقبهم الله ببعض الأبناء الذين يفعلون معهم عجائب في الكلام عليهم وسبهم وشتمهم وإيذائهم، والله المستعان. أيضاً من الأشياء قراءة سير البارين بوالديهم. اقرأ سير البارين بوالديهم وانظر كيف كانت حياتهم، وانظر كيف عملوا من أجل والديهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا القصة المشهورة وهي قصة أصحاب الغار. أما السلف فحدث ولا حرج. ابن عون رحمه الله نادته أمه يوماً من الأيام فرفع صوته على صوتها فاعتق رقب كفارة. اليوم الإنسان ماذا يرفعون أصواتهم؟ فقط هم لا يلبون حاجاتهم، هم يسبونهم أحيانا. بل أعرف شخصا أسأل الله أن يهديه وأن يعافيه، كان يقول عن أمه: أنت لم تأتي بي من طريق الحلال،
وكان يقول لها هذا بين فترة وأخرى. لا شك أن هذه الكلمة كلمة كبيرة عند الله عز وجل، ويعاقب عليها هذا الإنسان إن لم يتب عاجلا أم آجلا. ابن عون عتق رقبة من أجل أن صوته ارتفع على صوت أمه. الحسن البصري يكون في مجلسه فتناديه أمه فتقول له: يا أبا سعيد قم اعطي الدجاج الحب، اعطي الدجاج الحب. والحسن البصري من هو أيها الإخوة؟ إمام الأئمة في زمانه. وتأخذه تلك المرأة أمه وتقول له: يا أبا سعيد، وهو جالس بين طلابه من كبار التابعين، قم يا أبا سعيد اعطي الدجاج الحب. فيقوم، ثم إذا تكلم معها يتكلم معها كالعبد الرقيق، فيقول الناس: أبو سعيد مريض؟ قالوا: لا. هكذا يتكلم مع أمه. انظر لهذه الأخلاقيات أيها الإخوة الذي تعلمها ذلك الجيل الذي تربى على دين محمد صلى الله عليه وسلم بحق. ولا يكون الإنسان يعني شخصيات متناقضة، يكون مع أصحابه قمة الذوق والأخلاق وينتقي أفضل العبارات، ولا يريد أن يجرح أحدا في استراحة أو في العمل أو في أي مكان، بينما هو هناك يكون سيء الأخلاق قوي العبارة، وأحيانا لا يقوم بحاجاتهم وواجباتهم. والعجب يا إخواني أن بعض الأشخاص يزوره والديه بعد مرور فترة طويلة من الزمن فلا يكرمهم ولا يضيفهم، بينما تجد صديقا يأتيه وهو ليس له إلا شهر يعني بينه وبينه، ومع هذا يفعل الأعاجيب من أجل إكرامه. وأذكر الشيخ كشك رحمه الله تعالى يقول يتكلم عن العقوق، فقال مرة، قال: بعض الأشخاص يتعشى في الخارج مشويات ويأتي بفلافل لوالديه رحمه الله، وهذا واقع صحيح. تجد أنه أحسن الأكلات يختارها في خارج المنزل ويأكلها مع زملائه، بينما والديه يأتي لهم إما بأكل زائد أو بارد أو بأكل أقل. والأسف الشديد إنه تفريط في الجنة صريح، والله المستعان. زين العابدين كان لا يمد يده في الطعام قبل أمه مخافة أن تسبق يدها فيكون عاقا بها. محمد بن المنكدر بات ليلة يغمز رجل أمه، كانت تتألم تلك الرجل، وبات أخوه قائما الليل، قال: والله لليلتي أحب إلي عند الله من هذه الليلة، يعني من ليلة أخي، وهي لأن هذه فعلا الجنة تحت قدمي هذه الأم. أما الفضل بن يحيى البرمكي فتعرفون نكبة البرامكة أيها الإخوة، نكبوا فدخلوا في السجن، ومن ضمن الذين دخلوا يحيى البرمكي، وكان له ولد يقال له الفضل، وكان سجنهم في أيام برد، وكان والده يتأثر من الماء البارد، فماذا يفعل؟ كان يأتي بالإناء ويضعه أيها الإخوة عند السراج، يقف به من بعد صلاة العشاء إلى الفجر حتى يدفأ الماء فيتوضأ به والده عند صلاة الفجر. ففطن إليه الحارس فأطفأ عليهم السراج، فأخذ الإناء فجعله على بطنه فالتوى عليه حتى صلاة الفجر وأصبح دافئا ذلك الإناء. لله در البر، هكذا الأخلاق وإلا فلا، هكذا البر. أما البر الذي لا يأتي إلا يوما في الأسبوع أو يوما في السنة فلا شك أن هذا تقصير، والله المستعان. رجل خراساني حج بأمه من خراسان، لاحظوا في إيران، مشى بها من إيران إلى أن وصل إلى مكة المكرمة وهي على ظهره، فلما كان يطوف بها لقيه عبد الله بن عمر، فقال الرجل الخرساني: أرأيتني وفيتها شيئا من حقها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها. ثم قال له عبد الله بن عمر كلمة مشهورة، قال: يا ابن أخي، إنها كانت تخدمك وهي تريد بقاءك، وأنت تخدمها وأنت تريد وفاتها. لذا تلاحظ بعض الأشخاص الذين يصابون بجلطة أو أمراض مزمنة ويدخلون المستشفيات، تجد بعض الأبناء ماذا يقولون؟ هذه الحالة صعبة، ليت الله يريحه. وفي الحقيقة هم لا يريدون راحته، إنما يريدون راحتهم هم، إلا من رحم الله. لكن لا شك أن بقاء هذا الرجل في هذه الحالة هو أجر له وتكفير للسيئات، ثم هي رحمة أيضا بهؤلاء الأبناء بتوفيقهم في قضية بر الوالدين.
أبو يزيد البسطامي وبره بوالدته، اقرأ في سير أعلام النبلاء أو في اختصاره أو في صفة الصفوة، اقرأ هذه القصص الرائعة، اقرأ في كتب بر الوالدين ككتاب بر الوالدين للمروزي أو كتاب بر الوالدين لعبد الله بن مبارك، ستجد قصصا رائعة جميلة عاشها أولئك السلف وطبقوها في حياتهم. أما العقوق أيها الإخوة فمظاهره كثيرة، ومن مظاهر العقوق الموجودة في مجتمعات المسلمين اليوم سب الوالدين، الغلظة والجفوة معهما، إبكاؤهما وتحزينهما بالقول أو الفعل، مزاولة المنكرات أمامهما. العلماء قالوا أن مزاولة المنكر أمام الوالد أو الوالدة عقوق، تجد إنسان يدخن يشيش أو غيرها من الأشياء أمام والديه، بل ينبغي أن يكون قمة الأدب. ولهذا تلاحظون في بعض البلدان يرون أنه إذا رفعت الرجل رجل على رجل فإن هذا من سوء الأدب، وفي تركيا مثلا إذا رفع الضيف أو الشخص في المجلس رجلا على رجل يقومون ويتركوه لأنه من سوء الأدب لديهم. فكيف برفع أحيانا بعض الأشخاص وهو في المجلس يمد رجليه أمام والديه وهذا ليس من الأدب، أو يضع رجلا على رجل، بل ينبغي أن يكون الإنسان دقيق ودقيق جدا في تعامله مع والديه بإكرامهما وعدم فعل هذه الأشياء بين أيديهما وبحضرتهما، أيضا إهمالهما وعدم النفق عليهما مع حاجتهما إلى النفقة. ما يخرج مديل من الجوالات إلا وهو عنده وأمه جوالها قد أكل عليه الدهر وشرب، ويقول هي امرأة أصلا كبيرة في السن ولا تحتاج إلى هذا الأمر ولا هذه الخدمات ولا تعرفها، صحيح، ولكن أيضا يا أخي الكريم انظر لحالتها، أحيانا هذا الجهاز غير نافع لها، أحيانا هي أم وهي امرأة، وفي داخل كل إنسان أيا كان صغيرا أو كبيرا أنه بحاجة لمن يحترمه ويقدره في مجالسه. فهذه امرأة وهذا أب أيضا ينبغي، أنا لا أقول نتابع الموضات من أجل البر، لا، لكن أقول ليس صحيحا أيضا أن يهملهم وأن تترك أشياء كثيرة مر عليها الزمن دون أن ينتبه لها مع والده. ومن العجب يا إخواني أن بعض الأشخاص يسدد فاتورة جواله 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ولكنه لا يشتري لهم أو لا يسدد عنهم إلا شيئا يسيرا، ولا تصل إليهم البطاقة المشحونة أو بطاقة الشحن إلا بعد أن يتعذب بضعة أيام معه. وهذه شكوى كثير من الأمهات والآباء، ولا شك أن هذا من سوء الخلق والعياذ بالله. أيضا تقديم الزوجة عليهما، تقديم الزوجة عليهما، الزوجة والأسف اليوم إذا تزوج الإنسان ترك تلك الأم وترك ذلك الأب، ويقولون أنه في الكتب المترجمة، وهذا انتبه لها يا أبو أيمن عشان ما تجيبوها الله يرضى عليكم، يقولون في بعض الكتب المترجمة إذا أردت أن تكون سعيدا فابتعد عن والديك، هكذا بالنص، يعني لا تسكن بجوارهما ولا تعيش معهما، هذه ليست حياة وليست سعادة. أيضا من الأشياء أيها الإخوة عدم زيارتهما والسؤال عنهما ولفترات طويلة، احتقار الوالدين وذكرهما بالسوء عند الغير والعياذ بالله. ما الذي يجعل الناس يعقون؟ أشياء كثيرة، من ضمنها أيها الإخوة الجهل، الجهل، الجاهل عدو نفسه، والإنسان المتعلم حتى وإن ابتعد فإنه يرجع، فالعلم حاجز ومانع من أن يفعل الإنسان ما لا يرضي الله عز وجل. أيضا الجهل بماذا؟ الجهل بثمرات البر، الجهل بعواقب العقوق. أيضا من الأشياء التي تجعل الناس يعقون إيثار الراحة، إيثار الراحة والدعة من قبل الولد مع ضيق الصدر من قبل الوالد. لاحظوا معي هذا الموقف أيها الإخوة، لو أن والدك جاء إليك بعد وصولك من الدوام وأنت على فراشك تريد أن ترتاح وقال لك يا بني الكهرباء فصلت علينا وهذه الفاتورة، ماذا تفعل؟ هنا يظهر الإيمان، هنا يظهر الصلاح، هنا يظهر التقوى، هنا تظهر حقيقة معرفة النصوص الشرعية التي تجعلك تتلذذ بهذا المشوار في قمة الحر. لكن الإنسان ماذا يفعل؟ ينتظر أحياناً 3 ساعات 4 ساعات دون أن يفعل شيئاً لهم، بل أحياناً بعض الأشخاص تذكر هذا الموقف تدخل المنزل وأنت في قمة الإرهاق والتعب فيقول لك والدك أو والدتك اسطوانة الغاز انتهت ونريد أحد يوصلها ولا تجد أحد يتحرك،
بل تجد تأفف وعبارات وللأسف لا تليق أن تلقى على الوالدين. أيضا من أسباب العقوق سوء التربية للولد والصحبة السيئة له وسوء خلق الزوجة، وأيضا منها قلة تقوى الله عز وجل، ومنها عدم العدل بين الأولاد. أحيانا إذا في تفرقة تجد أن بعض الأولاد قريبين من هذا الأب وبعض الأولاد غير، يبتعدون عن ذلك الأب وتلك الأم. الله عز وجل أيها الإخوة أمر بالإحسان إلى الوالدين، الإحسان إليهم بالقول والفعل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف هذا مثال على قضية القول، ولا تنهرهما، النهر فعل. إذن عندما نريد أن نحسن نحسن قولا وقولا وفعلا. فما هي صور الإحسان القولي وما هي صور الإحسان الفعلي؟ وأنا أريد أن أسمع منكم بعد قليل، سأذكر جملة من الأشياء في الإحسان القولي وأسمع من الإخوة وكذلك الإحسان الفعلي. ولدينا ثلاث جوائز، وكما ذكرت لكم أنني أريد يعني أفضل ثلاثة أفكار يمكن أن نخرج بها الليلة في قضية بر الوالدين، فكرة جميلة رائعة، وإذا كانت مطبقة من قبلك فهذا خير وخير. من الإحسان القولي أيها الإخوة القول الكريم والخطاب اللطيف، بمعنى أنك عندما تتحدث مع والديك تحدث معهما بقول يظهر فيه اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس. كن فعلا عندما تتكلم تتكلم بعبارات جميلة برقة مع والديك، ليس برفع صوت، ليس بتأفف، ليس بإخراج بعض العبارات التي لا تليق بك. أيضا منها عدم قول أف، قال السلف وكل قول يكون فيه تبرم وتضجر فإنه لا يجوز، بمعنى عدم رفع الصوت عليهما مطلقا. الأمر الثالث أيها الإخوة من الأشياء أيضا حسن مناداتهما، حسن المناداة لهما، ولهذا العلماء نهوا عن منادات الأب باسمه الصريح، ما حد يأتي ويقول له يا إبراهيم ولا يا ناصر ولا يا عبد الله، لا، لكن يذهب ويناديه المناداة التي تليق به، يا أبتي يا أبي يا والدي إلى غير ذلك من الأشياء التي تليق بذلك الأب. أيضا منها الدعاء لهما وهو قول، أنت ماذا تدعو في سجودك لوالديك ومتى تدعو لهما؟ لاحظوا يا إخواني نحن تبرمجنا في الصلاة أنه في الجلسة بين السجدتين كلنا نقول رب اغفر لي ولوالدي، لكن في السجود في الثلث الأخير من الليل في الوتر في أوقات الإجابة في آخر ساعة من الجمعة في غيرها من أوقات الإجابة ماذا تدعو لوالديك؟ بعض الأشخاص يخصص شوطاً في الطواف وفي السعي لوالديه، يذهب وهو يدعو لوالده من أول الشوط إلى آخره ويرجع لوالدته ثم بعد ذلك لأقاربه وإخوانه وأخواته. تشعر هنا بأن هذا الإنسان يعني يتلذذ بالدعاء لهذا الأب ولتلك الأم. أيضاً عدم إيجاب الحجة عليهما، بمعنى عدم الانتصار عليهما في الكلام. لو تلاحظون يا إخواني بعض المجالس يكون فيها شخص يكون فيها الأب ويكون فيها بعض الأبناء ويتكلم الأب بمسألة قد لا يحالفه الصواب فيها، فتجد الأبناء يبدأون بالرد عليه بالحجة والبرهان والكلام وغير ذلك، هذا ليس من الأدب. ولكن إذا كانت المسألة كبيرة وتتعلق بأمور شرعية فإنه يبينها بلطف ورقة، لكن بيانها بنوع من الصلف أحيانا ويقول لا هذا الكلام غير صحيح وهذه العبارة خاطئة وهذا الكلام ما يقول أحد ويا والدي الناس عدوا على هذه العبارات وهذا زمان مر وولى على مثل هذه المعلومات التي تقولها، هذا من سوء الأدب مع الوالد، بل يبين له بنوع من الهدوء والرقة واللطف ثم بعد ذلك يبين وجه الصواب من قبل الولد. أيضا التحدث مع الغير عنهما بأدب واحترام، بمعنى إذا تحدث الإنسان عن والديه ما يتحدث ويقول هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما يعيشون عصرنا وزماننا، هؤلاء كذا، هذا من سوء الأدب. حتى وإن كان بعض القضايا غير واضحة لهم لكن مع هذا ينبغي أن يكون الحديث عنهم عند الناس بأدب واحترام، وألا يتجاوز الإنسان وتخرج من فمه بعض العبارات التي لا تليق
التي لا تليق بوالديه. أما الشيء الفعلي أيها الإخوة، فمن الأشياء الفعلية التي يبر بها الوالدين، أولا قال العلماء كل فعل جميل فإن الوالدين أحق به. ثم من هذه الأفعال أعظم فعل يقوم به الولد تجاه والديه إزالة الرق عنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيعتق. فقط في هذه الصورة. أيضا من الأشياء أيها الإخوة قال العلماء لا من الأشياء الفعلية لا تنفض يديك عليهم. قال عطاء في تفسير ولا تنهرهما، يعني لا تنفض يديك عليهم. أحيانا رفع يدين في أثناء الحديث ونحو ذلك، أيضا التواضع لهما رحمة بهما. وأيضا من الأشياء النفقة عليهما عند حاجتهما، وأيضا منها التصدق عنهما خاصة الصدقة الجارية، ومنها قضاء الدين عنهما، ومنها صلة أهل ودهما، ومنها أيضا من الأشياء الأفعال الجميلة استقبالهما بحفاوة. استقبالهما بحفاوة. لاحظ ماذا قال الله عز وجل عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. إكرام لي، إكرام لوالدين، ورفع أبويه على العرش. عندما يدخل والداك إلى البيت ينبغي أن يكون هناك استقبال بحفاوة، لا يأتي يدق الجرس يطرق الباب عليك وهو في الدور الثاني فيبدأ بالاعتذار: انزل يا ولد افتح لجدك، انزل افتح لجدتك، انزل افتح للأهل تحت. هذا ليس من الأدب، بل تقوم أنت وتتلذذ بهذه الخطوات وأنت في الدور الثاني. البس ثوبك واحتسب الأجر عند الله وأنت تخطو في هذه الخطوات لكسب ود والديك. هنا يظهر البر أيها الإخوة. لو كنت مشغولاً ببحث أو برسالة علمية أو بتحضير أو بسماع شيء أو بقراءة شيء أو تجلس على جهازك المحمول أو مشاهدة شيء، كل هذه الأشياء دعها وارمي بها عرض الحائط، ثم انزل يا أخي الكريم وقابل هؤلاء بوجه حسن واستقبلهما بحفاوة وأجلسهما واجلس معهما وأكرمهما، ثم استأذن منهما بهدوء ولطف، ثم اذهب لقضاء شغلك وارجع إليهما مباشرة. يا أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله ذكروا في حديث جريج أن من الفقه الذي كان ينبغي أن يلتزم به جريج أن يقطع صلاة التطوع وينزل لأمه. أمه ماذا قالت له يا إخواني؟ يا جريج، ثلاث مرات وهو يقول في نفسه: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، استمر في الصلاة، ونادته مرة ثانية وقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي واختار صلاته، والمرة الثالثة كذلك. فماذا قالت أمه؟ لاحظوا، رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات والعياذ بالله. فما مات جريج إلا وقد رأى وجوه المومسات، ليس رؤية فقط بل اتهام له، اتهام. جاءت امرأة حملت من الراعي ولدت بذلك الغلام: من أبوك؟ من سبب حملك؟ قالت جريج. ذهبوا إلى جريج، كسروا صومعته، نزل جريج: ما بالكم؟ أنت فعلت الفاحشة في هذه المرأة. فمسح على رأس الغلام وقال له: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. ولكن قبل ذلك دعت عليه أمه، فانظر إلى استجابة دعاء الله عز وجل لهما. خدمتهما أيها الإخوة، خدمتهما، عدم مصاحبة من يؤذي والديه، عدم لومهما إذا فعل شيئا غريبا أو غير ذلك. قال العلماء من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الولد عدم إحداد النظر إليهما، ما تحد نظرك إليهما، بل تكون كما قال الحسن: كن كمثل العبد الآبق أمام السيد الفظ. كن كمثل العبد الآبق أمام السيد الفظ. انظر لعبد هرب وسيده فظ غليظ، كيف يكون موقفه منه؟ يكون يعني رأسه منحنيا للأسفل وعينه إلى الأسفل. لماذا يا إخوان الكرام؟ لأن ذلك الرجل أحبة الكرام يخاف من سيده ويخاف أن يعاقبه. كذلك كن أنت بين يدي والديك على هذه الحالة، والله الله جل جلاله يرفعك، الله يعلي قدرك، الله يعلي شأنك. كلما تذللت عند والديك كلما رفع الله قدرك بإذنه جل وعلا. أيضا قال العلماء: لا ترفع صوتك عليهما أبدا، لا ترفع صوتك عليهما. أيضا من الأشياء: لا تجلس أمامهما وهما قيام، وهذه نص عليها السلف، وأنا حاولت أن أجرد
بعض الأشياء وأستقرئ بعض الأشياء التي ذكرها السلف رحمه الله تعالى وطبقوها في حياتهم. لا تجلس أمامهما، هذه بدأت الأفكار تأتي. ليتكم أيضا تواصلون يا إخوة، تواصلون إرسال الأوراق لعل الله يعني يسخر هذه الجوائز بإذن الله. لا تجلس أمامهما وهما قيام، لا تؤثر، لاحظوا هذا الأدب العجيب، لا تؤثر نفسك عليهما بطعام أو شراب. نفر لحم يأكله في الخارج، وإذا دخل إلى البيت دخل بوجبة أقل من تلك الوجبة، والله ليس من البر، والله البر أن تأتي لهم بأكل أفضل من الأكل الذي أكلته. والبر أيضا هو من البر، لو كانت القضية أن لا تأكل ويأكل هم أفضل الأطعمة، هنا يظهر إيمانك وتقواك واقتداؤك بحبيبك صلى الله عليه وسلم. أيضا طلب الاستغفار منهما، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلب الاستغفار منهما، قل لهما يا والدي استغفروا لي، ادعوا لي، اسأل الله لي التوفيق، اسأل الله لي كذا وكذا. أعرف بعض الإخوة الذين يذهبون لمحاضرات أو لبعض اللقاءات التلفزيونية وغيرها، يمر على والدي قبل الذهاب فيسمع منهم دعوات يجد حلاوتها ويجد لذتها وتوفيق الله له بعد تلك الدعوات. أيضا من الأشياء سترهما وعدم نشر أخطائهما، سترهما وعدم نشر أخطائهما. بعض الشباب إذا جلس وتحدث عن والدي تكلم عن كذا وكذا وكذا، بعض الأشياء التي لا تليق أبدا أن تخرج من فمه. أيضا منهما من الأشياء أن لا تقوم إلى خدمتهما بكسل، ومنها لا تدعوه باسمه، وأيضا منها الاستئذان عليهما. قال أحد السلف أأستأذن على أمي؟ قال له نعم. قال إنها لا يخدمها غيري. قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وأيضا من الأشياء أيها الإخوة النظر إليهما برحمة، السمع والطاعة وتلبية نداءهما، أيضا منها الحج عنهما، أيضا منها الحرارة في استقبالهما، ومنها توصيل الخير الذي يتعلمه لهما. وصلك خير؟ سمعت شيء في خطبة الجمعة؟ سمعت شريطا جيدا؟ اجعله لوالديك، اجعلهم يتعلمون هذه الأشياء، لكن بنوع من اللطف والأدب. أحيانا الأم لا تعرف الفاتحة، أنت تلذذ بتعليمها هذه الفاتحة. أيضا مشاورتهما والإكثار من الهدايا لهما والتبسم في وجهيهما. آخر مرة أهديت لوالديك متى كانت؟ وما هي نوع الهدية التي أعطيته إياها؟ ينبغي أن نفكر يا إخواني. وأنا أعرف بعض الأشخاص عندما يريد أن يشتري هدية يتفنن فيها، يتفنن في التغليف، يتفنن في العبارات التي على الصندوق، يختار أفضل الصناديق، يختار أفضل العطور، يختار أفضل العود لوالديه، يختار أفضل الأقلام والساعات لوالديه. هكذا هو البر. ولكن أن يشتري عطراً هو ربع تولة بخمسمائة ريال ويشتري لوالده عند محطة بنزين، متعرفون اللي تباع عند محطات البنزين بعشرين ريال وتكاسر عليه تطلع بريالين الحبة في الآخر، ثم يشتري الأسرة كاملة بعد ذلك ويظنون أن هذا كرم. والمعروف أن 90% من هذا زيت و10% زيت أيضا، فلذلك في الأخير ما يطلع ولا عطر ولا شيء. لهذا يا إخواني الريال الذي يبذل للأب، الريال الذي يبذل لهذه الأم، والله تجد يعني توفيق الله عز وجل لك إذا فعلت مثل هذا الأمر. آخر ما أختم به إخواني الكرام، الإخوة يرسلون أوراق بس بدون أسماء، ما يصير. هذا أحد الإخوة كتب شيء لعله في الأخير إن شاء الله، أنا أوشكت على الانتهاء، فقط أذكر مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطبق وأن تزيد البر والإحسان فيما بينك وبين والديك. من الأشياء أيها الإخوة المقترحة فتح حساب للوالدين لمصروف ثابت، فتح حساب للوالدين لمصروف ثابت. أحياناً والداك يحتاج مبلغ معين، وهذا المبلغ لا يريد أن ينتظر لآخر الشهر حتى تعطيهم. وإذا فتحت حساب لوالديك افتحه من الغد، اذهب إلى البنك الذي أنت فيه، افتح حساب، ثم خذ أمر مستديم، تحويل 500 ريال من راتبك أو 1000 ريال لأمك ولوالدك، تذهب إليهم في آخر الشهر مباشرة. أعرف أسرة من الأسر فعلوا شيء عجيب، هم 4 إخوة و3 أخوات، 7 أشخاص، فتحوا حساب لأمهم ووضعوا أمر مستديم لهذه الأم،
ثم يحولون شهريا مبلغ وقدره. وصل الآن لديهم مبلغ لبناء مسجد لأمهم، مبلغ لبناء مسجد يا إخوة، وإن كان شيء بسيط وسهل ويسير، لكن تجد أنه يكون له يعني مقدارا بعد كثير من السنوات بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، المشاركة في الأوقاف باسميهما، مشاركة في أوقاف. الأمر الثالث، هدية منك لأصدقاء والديك. أبقي من بر أبوي شيء؟ قال بر صديقهما. فانظر إلى بعض صديقات أهلك، النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة ويقسم على صديقات خديجة رضي الله عنها، فكيف بالوالدين أيها الإخوة؟ إذن خذ هدية منك لأصدقاء والديك. إذا جاء العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، بعض المناسبات لبعض الأشخاص الذين هم أحباب لوالديك وكذلك لوالدتك، وأعطهم هذه الهدايا. أيضا من الأشياء رسالة شكر لهما على تربيتهما لك. بعض الأبناء أو بعض الآباء عندهم نوع من الثقافة عالية، مدرس أو لديه يعني شهادة أو متعلم أو نحو ذلك. إذا أرسل الولد رسالة لوالده فلا شك أن هذه لها قيمة ولها وزن. لهذا أنا أعرف شخصا، وهي القضية الرابعة، أعرف أحد المشايخ وهو كبير في السن الآن، قرابة 50، وله والد، ووالده كان بارا بهم وكان يعني يغدق عليهم في العطف والحنان والمال. فماذا فعل هذا الرجل؟ ذهب إلى أحد التسجيلات الإسلامية، تسجيلات معروفة في الرياض، وسجل شريطا خاصا لوالديه ووالدته، ثم أعطاه لتلك التسجيلات لتعمل مونتاج عليه في أول الشريط وفي آخره، مجموعة من المقدمات الجميلة والأناشيد الرائعة المتعلقة ببر الوالدين، وأعطاه لوالده. هذا ما يكلف ولا شيء، لكن الأب يسمعه بعد ذلك ويشعر بنشوة أن تربيته لم تذهب سدى، وأن تعبه على هذا الولد لم يذهب أيضا سدى. ومن الأشياء أيضا حفل تكريم للوالدين، إما بعد عودتهم من سفر أو خروجهم من مرض ونحو ذلك، أكرمهما. وإذا جاء وقت نجاح أولادك اعمل حفلا، ثم جهز هدية لوالديك تكون مفاجأة لا يدري عنها أحد، وتكون موقعة ممهورة بتوقيع أولادك وزوجتك في داخل البيت. أيضا من الأشياء يوم البر، وهو يوم يتوقف الوالدان فيه عن العمل في داخل المنزل، وتقوم البنات وكذلك الأولاد بالقيام بخدمة الوالدين في داخل البيت. ومنها أيضا الحرص على حفظ القرآن لتكرمهم يوم القيامة. احرص على حفظ كتاب الله عز وجل لتلبسهم التاج بين يدي الخلق، بين يدي الخالق جل جلاله في يوم القيامة. أيضا من الأشياء كفالة يتيم لهما، ومنها المبادرة بسؤالهم عن أيامهم الماضية وذكرياتهم. أيضا يمكن أن تهديهما تذاكر سفر للعمرة يذهب فيها الوالد والوالدة فقط، وإذا احتاج إلى خدمتك تذهب أنت معهما. أيضا من الأشياء عمل طبق مفضل لهم. أحيانا الأب يعجبه أكلة معينة والأم تعجبه أكلة معينة، احرص على هذا وتلذذ بخدمتهما في هذا الجانب. ومن الأشياء أيضا جائزة البر المنزلية، بمعنى أنه أحيانا في بعض الأسر يكون أحد الشباب كبيرا ولديه مجموعة من الإخوة، 5 أشخاص 6 أشخاص، احرص يا أيها الأخ الكبير أن تجمع إخوانك دون علم والديك، وأن تقول الذي يكون حريصا على بر أبي وحريصا على بر أمي ولا يتلفظ بعض العبارات النابية، وأن يقبل رأسهم في كل صباح، وأن يفعل كذا وكذا من أعمال البر، له جائزة معينة دون أن يعلم عنها والدك، حتى لا يتصور بأن هذه الأشياء إنما جاءت نتيجة لهذه الأمور. وأيضا من الأشياء تسجيل الأذكار اليومية لهما إذا كانوا لا يعرفون. سجل بعض الأذكار أو اشتري بعض الأشرطة التي تأتي بأذكار الصباح والمساء والصلاة وغيرها، ودع أمك تسمعها. وأعرف أما من الأمهات اعتنى بها أولادها واشتروا لها مجموعة من الأشرطة وهي كبيرة في السن الآن، قرابة 65 سنة، وختمت قبل أسبوعين القرآن كاملا، والله ختمت وكرموها أيما تكريم، بل حضرت حفلا من الحفلات لتكريم مجموعة من الحافظات، وكان من ضمنهم امرأة وفقها الله في دار التحفيظ، ولها أيضا بنات اعتنوا بها وكرمت، وكانت هي الأولى في دار التحفيظ، وكان عمرها، وهذا الحفل لا أنقله عن شخص، أنا حضرت هذا الحفل كنت أحد المشرفين فيه، كان عمر تلك المرأة 99 سنة 99 سنة
فأين شبابنا أبناء 25 و30 من حفظ كتاب الله عز وجل؟ حديث واحد فقط الذي يقرأه لا يتردد أبداً في هذه الإجازة أن يختم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: أيما إهاب حفظ القرآن لا تمسه النار. يعني أيما جلد حفظ القرآن، صدر احتوى هذا القرآن، لا تمسه النار يوم القيامة. فلا تفرطوا يا أحبتي، لا تفرطوا في هذا الكنز العظيم الذي بين أيدينا. وأيضاً من الأشياء الاهتمام بالمناسبات كالأعياد في هدايا لهما، السفر معهما وخدمتهما، الإفطار معهما في بعض الأيام، تجهيز الهدايا لهما، أيضاً الاستفادة من شاشة التوقف في الكمبيوتر إذا كانت موجودة في الصالة، توضع بعض العبارات الجميلة التي تحث الأبناء على البر أو دعاء للوالدين أو غير ذلك من الأشياء. أيضاً ورقة على الباب توضع على باب المنزل: نحن بانتظارك يا أغلى أب، نحن لا نوفيك حقك. بعض العبارات الجميلة التي تذكر الأب هذا بقيمته ووزنه في داخل البيت. هذه أيها الإخوة مجموعة من البرامج والأفكار التي أعلم بأن لديكم عدداً كبيراً غير هذه الأشياء، والدليل هذه الأوراق التي وصلت، وهي دليل على بإذن الله تعالى بركم بوالديكم واعتنائكم بهم. فمن كان والداه حيين فليتق الله فيهما، وليعلم بأنهما باب من أبواب الجنة يوشك أن يغلق عليه في يوم من الأيام إن ماتا قبل هذا الشاب. فاتقوا الله يا شباب، واحرصوا على بر والديكم، وتلذذوا بهذه العبادة كتلذذكم بألذ اللذائذ عندكم في حياتكم. وإن كان ميتين فاحرص أيضا على برهما، فإن الله سيوفق بعد ذلك أولادك لبرك بإذن الله جل وعلا. اللهم وفقنا لبر والدينا يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا لبر والدينا، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا يا رب العالمين، اللهم ورض والدينا عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان عاقا لوالديه فخذ بيده إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بناصيته لديك، اللهم اجعل والديه يرضيان عنه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذه مجموعة من الأشياء التي أرسلها الإخوة، وأنا سأجعل التصويت لكم ليس لي حتى لا تقول هناك نوع من المحابة. يقول: إعطاؤهما مفاجأة أو هدية بعد إكمال أي مشروع أو أي عمل، قوله لهما بعد ندائهما له: لبيك وسعديك، أنا بين يديك. طيب، هذه واحدة. يقول: هدية للوالدين عند عودته من مكة كشراء زمزم لهما. قال: إذا رأيت على أبي أو أمي خطا فإني أنصحهما بطريقة مرضية. قال: من أفكار إهداؤهما والتصدق عنهما، وإذا عصيتهما أكفر لهما عن ذلك. طيب، يقول: الدعاء لهم وعدم إزعاجهم والاستجابة لهم. نحن نريد، يعني أبو أيمن خليك معانا الله يرضى عليك، أنت ستكون يعني الحكم في هذه الليلة. أنا أن أخدمهم فيما يريدون مني، أظهر الاهتمام بوالدي عند الحديث، وأختار لوالدي ما يحبان من الكلام، كأخبار، يقول كأخبار الزواج ونحو ذلك. جيد، الشيبة الوالد بتعجبها السواليف. يقول: عمل مسابقة يومية لهم وللأولاد والإخوان أسبوعية عن الدين، مدحهم وتدليلهم بكلمة طيبة عند مقابلتهم أو الاتصال عليهم فائدة. طيب، يقول: أن تنافس إخوانك في بر والديك، إذا فعل أحد الأبناء شيء سيء فليعدل هو الخطأ. طيب، من وسائل البر قراءة الكتب النافعة عليهم، وأيضا مقابلة السيئة منهم بالحسنة. قال: أمور تعين على بر الوالدين، استحضر في كل وقت فضائلهم، ما فيها شيء هذه. يقول: تقديم هدية ذكرناها، عمل استقطاع من الراتب كصدقة عنهما ذكرناها هذه. يقول: نجمع مبلغ شهر نتصدق به عنهما. أيضا يقول: استشارتهما، التركيز على تربية وتعليم الطفل الصغير الاحترام الوالدين، استحضار النية الصالحة والدعاء المستمر، أن لا يبعد عنهما لكي لا ينساهم، إهداؤهم هدية، الوقوف على القدمين عند الاتصال بالوالدين بالجوال وعدم إغلاق الجوال عليهما. هذه عجيبة هذه. طيب، إذا اتصلوا في نص الليل وأنت على الفراش ونايم، وتقوم وتولع اللمبات وتوقف، تعرفون أنتم الدراسة التي نشرت أنه إذا أردت أن تكون المكالمة قصيرة فكن واقفاً، فهذا مناقض لهذه الدراسة. يقول: كلمة طيبة في التعامل معهم، قبل أن تنام تقبل رأسيهما، وعند أيضاً العودة إلى البيت،
الصدقة عنهما، إقامة درس عن بر الوالدين، شراء الهدية للوالدين، المداعبة مع الوالدين وإضحاكهما، خدمتهما في كل وقت، فهم نفسية الوالدين وما يحبان وما يكرهان، تقديم الهدايا التي يحبانها وليس ما يحبه هو. يقول انتقاء أحلى الكلمات في مناداتهما. طيب مثل إيش يا إخوة؟ أبغى أسمع منكم، أعطوني كذا 10 كلمات ترون أنها من أفضل الكلمات التي ينادى بها الأب. أثبت الليلة أن الصحراء فيها رقة وليس فيها جفاف. يلا يا إخوان، وهذه الجوائز لأفضل كلمات. تفضل أسعد، كيف أسمعك أنا؟ قول. أيوة أنت. يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، وغيرها. نبغى عبارات رقيقة يا جماعة، لطيفة. ها يا إخوان ما في شيء، سبحان الله. تفضل. هذا يقول يا روحي يا القلب الحنون يا حشاشة جوفي. أخاف يسمعها يظنها سب، هذه حشاشة جوفي هذه. طيب ها في عبارات أخرى يا أخوة؟ عسيري عندك شيء؟ طيب ها ظاهر ما تبغون جوائز. طيب لأن هذه كثيرة فأنا سأختار منها، لا أدري، وما دام كتبتهم فلن نعيدها أيضا هكذا، إن شاء الله يصير فيها اسم. ما فيها اسم ولا هذه، هذه فيها اسم. محمد أحمد العنزي موجود؟ يلا تفضل، ما شاء الله نفس اللي جاوب قبل شوي. طيب ناخذ الثاني، هذا صاحب يا حشاشة جوفي أبو أيمن، حشاشة جوفي. طيب نادر العتيبي، وين نادر؟ الإجابة الثالثة والأخيرة ما في، لا فيها بس عد أبو عبد الله، هذا 1,200,000 شخص في الرياض أبو عبد الله. وين أبو عبد الله اللي كتب؟ أبو عبد الله فهم نفسية الوالدين. أبو عبد الله وين أبو عبد الله؟ فهم نفسية الوالدين وما يحبان وما يكرهان، تقديم الهدايا التي يحبانها وليس ما يحبه هو. هذه لك، نبغى أول شيء نختبر خطك، شوف هو ولا ما هو. طيب نوفق، الله يرضى عليك. وبهذا تنتهي هذه الكلمة اليسيرة، أسأل الله ينفع بها ونجعلها خالصة لوجهه. وفقط هناك فائدة سريعة، بعض الإخوة الذين تهمهم الإجازة، هناك ملف أعددته للإجازة فيه أكثر من 600 ورقة للأولاد يمكن أن تحصلوا عليه من بعض مراكز التصوير، وهو يوجد في أحد مراكز التصوير القريبة من الشمال، وأنا أخاف أسوق لها للأسف يعني. لكن أنتم الذي يذهب ويأخذها يأخذها ويوزعها، يعني الإخوة اللي في السويدي يأخذها للسويدي، وهكذا في المناطق الأخرى. جامعة الأمير سلطان معروفة، معروفة ها؟ الباب الغربي أمامه مكتب تصوير مكتوب عليه USSO، المركز الأول USSO، مقابل البوابة الغربية في ملف للإجازة يستفيد منه الأبناء إن شاء الله. فالإخوة الذين لديهم أبناء يمكن أن يحرصوا على شرائه أو اقتنائه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14719.